أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة الكرات الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة تجمعنا وإياكم وبرنامج البيئة والناس. هذا البرنامج الذي تقدمه وتعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، فأهلا بكم. مؤتمر العراق للمناخ بوابة للإصحاح البيئي، كما هو نشاهد في حلقتنا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. أكد وزير البيئة المهندس نزار أميدي أثناء ترأسه لاجتماع اللجنة الوطنية العليا لشؤون الألغام وتنفيذا للبرنامج الحكومي على عزم الحكومة ومن خلال جهود وزارة البيئة دائرة شؤون الألغام والجهات الساندة إعلان العراق خاليا من الألغام بحلول العام 2028، وذلك بموجب التزامات العراق تجاه اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام ضد الأفراد. وأشار أميدي إلى أن اللجنة صوتت على جملة من القرارات التي تدعم وتخدم البرنامج الوطني لشؤون الألغام والجهات القطاعية والساندة الأخرى. في إطار العلاقات والتعاون في مجالات البيئة والتغيرات المناخية، التقى وزير البيئة المهندس نزار أميدي بمقر الوزارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ألينا رومانوسكي، واستعرض السيد الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة بشكل عام ووزارة البيئة بشكل خاص للحد من تأثير التغيرات المناخية في العراق، إضافة إلى استعراض الجهد الذي يبذل حاليا من أجل معالجة أزمة شحة المياه. وتطرق الجانبان أيضا إلى ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة للعمل تحضيرا للشروع بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في جمهورية العراق والولايات المتحدة بشأن التعاون المرتقب بين البلدين في المجال البيئي. وأثنى وزير البيئة على الدعم المستمر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. أكد وزير البيئة المهندس نزار أميدي حصول موافقة مجلس الوزراء على قرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية بعد جهود حثيثة ومتابعة استثنائية، والتي تضمنت الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المشعة في العراق المحدثة. مؤتمر العراق للمناخ، وهو مفصل الشروع من مرحلة التخطيط والاستعدادات إلى مرحلة التنفيذ والإعمار البيئي، والذي سيعقد للفترة من 12 إلى 13 من آذار في مدينة العطاء البصرة الفيحاء، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. مؤتمر هو الأول من نوعه، تشارك فيه كل الوزارات القطاعية المعنية والأكاديميين والخبراء والمختصين والمنظمات الدولية وممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة لبحث التحديات والأولويات في وضع البرامج والمعالجات الآنية والمستقبلية لتأثيرات التغيرات المناخية والتصحر. الحكومة العراقية وكل مؤسسات الدولة معنية في تطبيق خطة التكيف الوطنية. مؤتمر العراق للمناخ خطوة مهمة نحو الإصحاح البيئي. حرص
حرصا على أن تكون لنا بيئة جميلة خالية من الأوبئة والنفايات صالحة للعيش. وبرعاية وزير البيئة المهندس نزار آميدي، نظمت دائرة التوعية والإعلام بالتعاون مع مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجي ندوة توعوية تحضيرية حول مؤتمر العراق للمناخ الذي سيعقد في البصرة الفيحاء. التفاصيل مع الزميل نمير علي الحسون وهذا التقرير، فلنشاهده معا. بتوجيه مباشر من قبل المهندس نزار آميدي وزير البيئة، قامت دائرة التوعية والإعلام البيئي وبالتعاون مع مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجية ندوة توعوية تحضيرية لمناقشة مؤتمر العراق للمناخ الذي سينعقد في محافظة البصرة الفيحاء. نعم، بالتأكيد وزارة البيئة المشارك الرئيسي في هذا المؤتمر، لدينا ورقة خاصة ولدينا محاور رئيسية خصوصا فيما يتعلق بالشحة المائية والفقر المائي، فيما يتعلق باستراتيجية الوطنية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، وفيما يتعلق المبادرة الوطنية لتطبيق مفاهيم الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. حقيقة هذه الندوة واحدة من الفعاليات التي يقوم بها الفريق الإعلامي الخاص بمؤتمر العراق للمناخ. نقوم بجهد كبير لتنوير المجتمع وكل قطاعات الدولة عن أهمية هذا المؤتمر، ونحن اليوم في مديرية إعلام الحشد الشعبي الذي تعاون معنا، وأيضا مؤسسة اتحاد مركز الدراسات الاستراتيجية، وأيضا دائرة التوعية والإعلام. تقام هذه الندوة، يحضرها كثير من المفكرين والإعلاميين والمحللين السياسيين. نطمح من هذه الندوة تنوير هذه الطبقة وهذه النخمة عن الأدوار المطلوبة للحكومة وأهمية مؤتمر العراق للمناخ، وما هي المرحلة الانتقالية التي سيشهدها العراق من مرحلة التخطيط خلال العشر سنوات المقبلة إلى السنوات القادمة من عملية إصحاح وإصلاح في الجانب المائي وخاصة في موضوع التغيرات المناخية. وتناولت الندوة محاضرات من قبل الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي ومدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون والخبير في مجال البيئة الدكتور نظير عبود. الفلاحي أكد أن الحكومة العراقية مهتمة اهتمام كبير بموضوع التغيرات المناخية للبيئة العراقية. الحقيقة هذه هي جلسة في هيئة الحشد الشعبي متخصصة للحديث عن تغير المناخ، وبشكل محدد عن موضوع مؤتمر العراق للمناخ المزمع إقامته في البصرة في منتصف شهر آذار القادم. النقاشات كانت موسعة، وتم شرح التفاصيل مؤتمر البصرة والجلسات الخاصة في هذا الموضوع، ودور الجهات العديدة والمتعددة في موضوع البصرة. فتحدثنا عن موضوع التخفيف، وعن موضوع الاقتصاد الأخضر، وعن موضوع التكيف، وعن موضوع المياه. كل هذه المواضيع المهمة تم تداولها في هذه الجلسة المهمة. وزارة مؤسسية مهمة وهي وزارة البيئة التي تعنى في إنفاذ برنامج حكومي جعل واحدة من أولوياته وهو عملية التغيير المناخي وآثار السلبية على العراق. وبالتالي نرى بأن عملية تلاقي أولا أفكار الأكاديمية والجامعية مع مؤسسات الدولة المتمثلة بوزارة البيئة وحضور السيد الوكيل الدكتور جاسم الفلاحي كان عملية مهمة لغرض إرساء أو عملية تحفيز أفكار التي تطرح والرؤى التي تطرح من قبل الأساتذة والأكاديميين للوصول إلى نتيجة يمكن أن تساعد في عملية الانتقال إلى مؤتمر البصرة. كما وحضر الندوة مجموعة كبيرة من النخب الإعلامية والثقافية والمحللين السياسيين والاقتصاديين لمناقشة محاور المؤتمر الذي سينعقد في البصرة الفيحاء. جلسة تمهيدية من قبل المركز بالتعاون مع مديرية الإعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة لإطلاع أصحاب الرأي العراقي وصناع القرار إلى حتى تصل إلى صناع القرار عن ماهية مؤتمر البصرة للمناخ، وأيضا لفتح بعض الرموز لهذه المؤتمر لهذا المؤتمر، وكذلك النظر إلى مسألة أهمية انعقاد هذا المؤتمر في البصرة، وما إذا كان العراق سيجني شيئا من وراء هذا المؤتمر، أو أن العراق قادر على النهوض بواقعه في مجال البيئة والمناخ. لبرامج التوعية البيئية، نمير علي الحسون، مقر الحشد الشعبي.
المتلوثة في الأنهار والبحار دون معالجة يؤدي إلى قتلنا وانقراضنا، وهو ما ينعكس سلبا على سبل معيشتكم، والإضرار بمصدر رئيسي لنظامكم الغذائي. اتخذ خطوة وأنقذ سمكة. عقد مؤتمر يهتم بالبيئة في البصرة في العراق برعاية رئيس الوزراء، هذا يعتبر إنجاز للوزارة ويعتبر إنجاز أيضا للحكومة، لأنه اليوم إحنا بحاجة أن نمط صورة للعالم عن ما هي البيئة في العراق وكيف تعيش البيئة، خاصة وأن العراق تعرض لكثير من المشاكل، كثير من الحروب، كثير من القصف. نعم، لذلك أنا أعتقد أنه اليوم رعاية هذا المؤتمر ومجيء هذه الدول وعرض البحوث وعرض بكثير من الأمور أكيد ستعود بالفائدة على العراق بالدرجة الأساس، وبالتالي يستطيع العراق أن يجد حلول لبيئته ويحاول أن يخلق بيئة مناسبة للعيش داخل العراق. طبعا باعتبار التغيرات المناخية وموضوع عالمي ومهم جدا للعالم ككل، فاحتضان العراق لهكذا مؤتمر يعتبر خطوة إيجابية وخطوة مبشرة بالخير نحو مسيرة العراق نحو العالم، يعني نحو المجالات الدولية من جديد ومشاركاته الدولية، بحيث أنه يكون له لديه ثقل كبير مثل ما كان سابقا. خطوة موفقة وجيدة. نحن في حاجة إلى أي شيء ينهض بالعراق مهما كان، أما هذا المؤتمر سيأتي إليه ناس خبراء، ناس متمكنين يقدمون حلول ويقدمون بحوث، علينا أن نستفاد من هذه البحوث والحلول، ليس فقط للإعلام ولكن للعمل الجدي. نعم نحن نعاني تصحر، جفاف، كل غازات، إذن هنا يجب حتى المواطن أن يتعامل، لماذا لا نرمي كل ثقلنا على الدولة؟ طبعا أولا سبب قلة الأمطار وسبب التصحر، يعني هواية قاعد تجينا عواصف ترابية، أن المفروض يوفرون المي حتى يقومون بالزراعة. يعني قامت هكذا مؤتمرات وفي العراق تحديدا وفي البصرة على وجه الخصوص، هي محط افتخار للعراق ويعتبر إنجاز على مستوى المنطقة. العراق بحاجة إلى هكذا مؤتمرات لمعالجة الكثير من الأمور وعلى رأسها شحة المياه. مرحبا مشاهدين الكرام، اليوم حنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو ثقافة غسل اليدين. هذا الموضوع مهم لنا وبالأخص إلى الأطفال والتلاميذ. احنا كأطباء تواجهنا حالات كثيرة في المستشفيات والمراكز الصحية اللي هي تسمم غذائي أو الجياردية، التهابات المعوية، وكذلك التهاب الكبد الفيروسي من نوع أي وغيرها الكثير من الأمراض البكتيرية والفيروسية اللي يكون سببها بالشكل الأساس هو عدم النظافة وعدم غسل اليدين والنظافة الشخصية. لذلك نأمل من الأمهات وإدارات المدارس الاهتمام بهذا الموضوع، واللي هي ثقافة غسل اليدين وتوفير المياه والصابون والتأكيد على غسل اليدين بعدة مرات باليوم، وبالتالي نحافظ على صحة أطفالنا ونوفر كثير من المبالغ للأهالي وللدولة. ودمتم صحة وعافية.
مشاهدين متواصلين معكم، نذهب الآن حيث الحقيبة الإخبارية في مجريات بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. أجرت شعبة التحاليل البيئية في مديرية بيئة النجف الأشرف 67 فحصا كيميائيا لمختلف مصادر المياه وأربعة نماذج من الغبار المتساقط موزعة على عموم المحافظة، وشملت الفحوصات المياه الجوفية والمسطحات المائية والآبار الارتوازية والمياه الصناعية، وتضمنت الفحوصات رصد حالات الحيود والانحراف، وإنها كانت ضمن الحدود المسموح بها من قبل وزارة البيئة. نظم فريق الرقابي بالمديرية بيئة المثنى زيارة إلى مجزرة السماوة لمتابعة المتطلبات البيئية، وتبين خلال الزيارة أن المجزرة تعمل وفق إجراءات آنية لحين إكمال المجزرة النموذجية وساحة بيع المواشي النظامية. واطلع الفريق على الواقع البيئي للمجزرة، وإن المخالفات التي سجلت في عدم تطبيق المتطلبات البيئية ستعرض النشاط إلى المحاسبة. أجرت الفرق الفنية في مديرية بيئة بغداد فحوصات مختبرية لمشروعي الدورة والقادسية لمتابعة نقاط الرصد للمصادر المائية ومعرفة نوعية المياه، وتم سحب نماذج من المشروعين وتسليمها للمختبر البيئي المركزي لإجراء الفحوصات اللازمة عليها. نفذت الفرق الرقابية في مديرية بيئة ديالى جولات تفتيشية لعدد من المراكز والمؤسسات الصحية ضمن حملتها الرقابية الخاصة بمتابعة جميع الأنشطة الصحية في المحافظة، شملت مركز صحي قولاي وميخاس وغيرها للتأكد من مدى التزامها بآلية عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وطرق التخلص الآمن منها، والتأكد من آليات خزن الأدوية والمواد الكيميائية في المركز وطرق التعامل السليم معها. نفذت الفرق الرقابية التابعة لمديرية بيئة الأنبار جولات ميدانية لعدد من الأنشطة الخدمية والصناعية لمعرفة مدى التزامها بالمحددات البيئية، حيث تم زيارة مجزرة حديثة ومعامل بلوك وموقع تمر صحي وغيرها، وتم رصد عدد من المخالفات البيئية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. كما قامت فرق المديرية زيارات ميدانية إلى مستشفى حديثة العام للوقوف على آلية التعامل مع المخلفات الطبية والاعتيادية. أجرت فرق شعبة الإشعاع في مديرية بيئة نينوى زيارة لبعض المؤسسات الصحية المالكة لأجهزة الأشعة في مدينة الموصل، منها مستشفى ابن سينا وابن الأثير، حيث تم إجراء المسح والكشف على أجهزة الأشعة الموجودة في هذه المؤسسات حفاظا على سلامة العاملين والمراجعين، ولغرض إتمام إجراءات منح تراخيص العمل وإجازات التملك. وتم إعطاء التوجيهات والملاحظات إلى إدارة المستشفى للعمل بها بالإضافة إلى توصيات السلامة العامة. شاركت مديرية بيئة واسط في حملة أسمتها واسط الخضراء، وهي حملة تشجير واسعة تهدف إلى زراعة نصف مليون شجرة في عموم المحافظة تحت شعار ازرع شجرة باسم من تحب، بمشاركة فنان اليونسكو الموسيقار العالمي نصير شمة وبرعاية وإشراف محافظ واسط. بناء على شكاوى عدد من المواطنين في قضاء الناصرية شارع بغداد المتضمن وجود انبعاثات وأدخنة من المولدات الكهربائية الأهلية، قام فريق مشترك من الشعبة الحضرية وحدة الضوضاء والشرطة البيئية بمتابعة الشكاوى، وتم خلال الكشف إعداد محضر كشف مشترك واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها. إلى
هنا ينتهي مشوارنا معكم في هذا الأسبوع، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البيئة والناس. تقبلوا تحياتنا وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.